خويا المشكل هو طلعوهم دابا السبيطار اللي طلعوهم البارح السبيطار ما بقاو قالوا لنا حتى شي حاجه عليهم. هذا مخلوع عين على وليداتنا وعلى عيالاتنا داخلين السبيطار حنا ما عندنا عليهم حتى شي اخبار. ما فهمناش اخويا شنو هذا كانوا وقفوا قدام السبيطار تيسيروا علينا تيقولوا لنا سيروا. حنا ما عرفنا الناس دابا واش ميتين ولا حيين. هادشي اللي بغينا نعرفو اخويا راه حشومه عليهم هاد الحال اللي دايرين لينا. خصهم يطمنونا على وليداتنا وعلى عيالاتنا. السبب اخويا قال لك خبزه العجيبه. ما انا واكل ديك الخبزه العجيبه ما دارت لي والو. واش فهمتي انا كليت حتى انايا كاينه مرتي دابا لداخل السبيطار منعسينا من البارح. جبتها مع 11 ديال الليل. ما عندنا على حتى شي اخبار انا كليت ما دارت لي والو بنتي صغيره كليت ما دارت لها والو. دابا حنا بغينا نعرفوا الحالات ديالهم شنو طار لهم في السبيطار. شي واحد بغى يعطينا الصحه. ما فهمتش اخويا شنو غنديروا دابا. واش ما فهمتش نديروا شي حاجه نمشيو للحبس نديروا شي نديروا شي كارثه غنوليو حنا اللي غالطين ماشي هما اللي غالطين. بغينا نعرفوا السبب اشناهو ويطمنونا على وليداتنا وعلى عائلاتنا في السبيطار الداخل. واش دابا نديروا شي كارثه غنوليو حنا اللي دايرين الغلط. فينا ما نديروا شحال من حاجه دابا اخويا باش نلقاو الحل. ولكن اخويا ما قدرنا نديروا والو. انا مرتي نعس الداخل عندها مرض مزمن ما كتشوفش من عينيها صاحبي. خاص واحد يكون مع السبيطار دابا حتى شي حاجه ما في خبرنا ما عارفين والو. خاصنا ضروري نلقاو الحل اخويا. غير ولدي جاب الخبزه العجيبه ولا البارح الاربعاء نهار الثلاث جابها في الليل. دقنا ما عير شويه انا واختي وامه وهو لا دياري والسخانه. جيت دابا ليرجونس شديت النوبه قيد يا ما تقيد ما داروا لي والو. قيد بقاو كيسببوا لي. دخل هاد الطبيبه شد ما كاين حتى حاجه. خرج بحال هكا انا باقي هي ما نعرف واخا في هذاك الكاشير وفي هذاك المايونيز وداك داكشي ما حملتوش انا والله ما حملتو. هذا ما بغيت ندوق داكشي مرون واحد الباكيطه ديال لامينيو ديك داكشي مرون. والله ما داروا لي حاجه شويه باقي والله ما واكل النعمه اقسم بالله ما ضايق النعمه. جيت على اليوم تعطر عليا داكشي ما كنت غنجي ولكن اش غندير الصبر وصافي. ولادي بربعه انا والمراه والدريه الصغيره باقي مسكين محن الله يهديهم الدراري. كل شيء عندهم والله يهديهم الدراري اش غدير لهم. الدراري كعارفهم كيبغيو ديك الخربط ديال الزنقه. المراقب هو الله من الاخر المراقب هو الله سبحانه.